أحب أن أقول معلومة لكل مسلم في هذه الحياة وكل إنسان يريد البركة في هذه الحياة. أقول له هذه معلومة التي نختم بها بإذن الله. أقول له كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر. كلما كانت البركة كلما قرأت القرآن أكثر كانت البركة في حياتك أكثر. لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب مبارك كلما ارتبطت فيه أكثر تحصل بركة أكثر. شيخنا إبراهيم الأخضر، شيخنا محمد بن الزعبي، شيخنا سعد سنبل، شيخنا بكر الطربيشي، مشايخ كلهم الذين عشت قابلتهم وتشرفت بالقراءة عليهم، والله يقولون دائما ويكررونها دائما، يقولون والله لا نستطيع أن نحصي أوجه الانتفاع والبركة التي رأيناها في حياتنا من ارتباطنا بالقرآن. رأينا البركة في كل شيء، في أولادنا، في تربيتنا، في أرزاقنا، في صحتنا، في وظائفنا، في علمنا، في كل شيء. رأينا البركة في كل شيء، بركة. القرآن مبارك، الله سبحانه وتعالى يطرح فيه البركة. حتى الشيخ محمد تميم قلت له يا شيخ، الشيخ محمد طبعا من أعلم أهل الأرض في هذا الزمن في جانب الدراية ويعني عالم كبير، فقلت له يا شيخ محمد يعني كيف تصبر على تدريس القرآن بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء من أكثر من 40 سنة وهو يدرس في الحرم بهذه الصورة، 40 سنة، أكثر من 40 سنة، كيف تصبر يا شيخ؟ فقال يا ياسر لو ذقت ما أذوقه لما قلت هذا الكلام ولما سألت هذا السؤال. والله إن الله قد أكسبنا وقد رزقنا، يقول لذة في نفوسنا ونحن ندرس القرآن، يقول والله أغنتنا عن كل شيء، والله يقول نشعر بمتعة لا تتصورها ولا يتصورها إلا من ذاقها. ولو أنك ذقت هذه المتعة وهذه اللذة لما سألت هذا السؤال. بركة القرآن التي يعيشنا في هذه الحياة. يومك أنت، يومك الذي تستفتحه بتلاوة القرآن، اقرأ في صباحك وجهين من القرآن، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. اليوم اللي بعده زد اقرأ 4 أوجه، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. اليوم اللي بعده اقرأ نصف جزء، انظر إلى البركة في ذلك اليوم. كلما قرأت أكثر تأتيك البركة أكثر. مش معنى بركة؟ بركة تيسر أمرك، يتيسر أمرك ويطرح الله سبحانه وتعالى عليك، يعني تفتح لك أبواب. وما يفعله غيرك في أسبوع تفعله أنت في يوم، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية يقول كان شيخنا يكتب في اليوم ما يكتبه غيره في أسبوع. بركة يطرح الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن.